السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ردا على الفيديو تاع وجه البخس والرخص على تاريخ بلادنا وتوسيخ تاريخ بلادنا، نخليكم شوية مع الفيديو تاعها وبعد ندير لكم فيديو تاع مغربي حر يتكلم على تاريخ المغرب. لأنه أخوك لا يخيفك الامريكي، لان الامريكي هو الصهيوني فهما اخوتك. ولا ادل على كلامي، شوفوا التطبيع اللي وقع مؤخرا مع دوله الامارات، شغلها هذاك لا تدخل في سياستها الداخليه. شوفوا امريكا سلطه وزير الخارجيه ديالها كيشد الدول العربيه باش يوسع ويقنعهم بفكره التطبيع، فما نبقوش نكذبوا على راسنا، امريكا هي اسرائيل اتفاقيه واحد. فهاد الخنزير اللي شفتوا، هاد الشيء ما عرفتش انا واش باقي عايش هذا معكم، باقي معكم ايها الجزائريين، باقي معكم هاد النوعيه هادي. قال لك ما كيخوفوش ما كيخلعوش الصهيوني، فعلا ما خصش يخلعك الصهيوني لان انت صهيوني. والله ثم والله ثم والله الصهاينه لو كانوا بغاو يخربوا الجزائر اقسم بالله لن ينجحوا في تخريبها كما خربها بوتفليقه وجنرالات الحركي وابو خروبه من قبل. يعني الصهاينه لو جابوا شي واحد وخلصوه عطوه الملايير باش يخرب في الجزائر، والله لن ينجح ولن يفعل كما فعل بخروبة المقبور ومن والاه وبوتخريقة ومن والاه، إلى وصولا إلى كذبون حاشاكم. يعني باش تلقاو بحال هاد النموذج هذا وتيقول لك فرنسا تابعة للجزائر وأنا نجيب بيجي استبراك، ولقاو الأمن الاجتماعي في فرنسا كتحكم في الجزائر، لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو بغيت في الشعب يطلع ملي كيطلع لهم هاد النماذج في الإعلام القذر؟ اتصل بالفيديو تاع الاخ ان شاء الله. من 2020 فسمعت الأمة الخطاب التاريخي، نعم وبحق، انه هذه المرة خطاب تاريخي، نعم انه الاعلان عن بداية موسم الدفن الجماعي لشعب الزريبة، وبالعودة إلى نوستالجيا كيسميوها نوستالجيا الذكرى، نوستالجيا أوكي، بالعودة إلى نوستالجيا، أنتم عارفين أوكي، أنتم متثقفين واعيين فاهمين أوكي، بالعودة إلى مفهوم الذكرى. قال لك 20 غصن 1953، غادي ديجا الذكرى خوتي اللي كيحتموا عليكم تحتفلوا بها، كيقولوا لكم الثورة الملكي والشعب. عباد الله، منذ أن رست سفينة نوح على الجود والشعوب تقوم بالثورات ضد الملوك، وفي المغرب قالوا لنا الثورة الملك والشعب. قالب هذا، شمن ثورة دار هذا الملك، وشمن ثورة، وشمن اتفاقية اتفق مع الشعب، وشمن هذا التخريق كامل، وشمن هذا الأمارات وهذا الهرطاقة وهذا الخجعبلات وهذا التخرفات والتخريفات وهذا مسخ التاريخ والكذب، شنو هاد الشيء هذا؟ شمن ثورة شمن الريح؟ أخوتي غادي نذكركم بهذ القضية، الله يجازيكم، فرنسا لم تستعمر المغرب، فرنسا ما استعمرتش المغرب، فرنسا هادو اللي كيحكموكم جدودهم عيطوا لها، قالوا لها هاتي تعالى، هاتي تعالى يا فرنسا، راه الشعب كيتور، الشعب باغي الحقوق تاعو، وجات فرنسا، قالت لهم كيسكو بوفو العيسي؟ قالوا لنا شوفي خذي المغرب واحفظ لنا الاسره تاعنا، احفظ لنا المصالح تاعنا، ودي المغرب وقمعي الشعب هذا، الشعب هذا اللي باغي الحقوق تاعو. ايوا وفرنسا نزلت على الشعب المغربي بالدق، طراخ 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 طراخ، وكنطو مزيان ديك الساعتين جابتهم للحكم، قالت لهم يلاه حكموا دابا المغرب وخليوني انا كنستافد من الخيرات والثروات اللي في المغرب. هادشي اللي كاين دابا. شوف دابا هذه واحد المساله سهله، ما خصكش تكون مطور باش تفهمها اوكي، هذه واحد المساله سهله بزاف، لا يتطلب الامر ان تكون عبقريا لكي تفهمها اوكي. دابا كاين فيديوهات في اليوتيوب، الله يخلي الناس في اليوتيوب العجيب الجميل الذي فضعكم. خصكم تعرفوا بان حكام العرب وحكام المسلمين، خصوصا حكام العرب، ما كرهوش ترجع قريب الساعة إلى الوراء قبل ما تكتشف لي، قبل ما تخترع لي يوتيوب ولا فيسبوك ولا عالم أزرق ولا خصكم تعرفوا. دابا هما كيعيشوا واحد اللحظة مقعودة،
كلشي فلوس، كلشي فلوس. هما ديك الفرشه ما عجبهمش، فهمتي؟ هما كانوا عايشين في الزمن ديال كياكلوا الدموغات الشعوب ديالهم بالخزعبيلات والقدور وكذا، والبلاحات اذا كيبلحوا في الزناقي في الشوارع. قال لكم ولا السلطان، قال لكم سيدنا، قال لكم ولا السلطان، من اطاع السلطان دخل الجنه، ومن لم يطع السلطان غادي يسمو على القرعه ويدخل الجنه. لقد ولى هذا الزمن بدون رجعه او لا رجعه. ما علينا، كاين فيديوهات بحال اللي قلت في اليوتيوب، في اليوتيوب السي وغير اليوتيوب، اوكي؟ الملك الراحل الحسن الثاني حينما كان طفلا صغيرا في عمره عام ونص عامين، كان كيتربى على يد الاساتذه والمربيين الفرنسيين، اوي نعم، في القصور وكذا. هما اللي مقابلينه، هما اللي كيعلموا كيفاش ياكل، كيفاش يتمشى، كيفاش يخرط، كيفاش يبول. علاش هو طلع فرنساوي؟ الملك حسن الثاني كان فرنسيا لساني، حتى هادو حتى الاسره كان هما كاملين كيهضروا فرنسي احسن من العربيه احسن من الدارجه. نعم، دابا دخلت عليك باللغه، دابا انت كتفهم يعني، اوكي؟ كيفاش واحد الدوله مستعمره لي انا، انا هو الحاكم، اللي عندي، الغيره على بلادي، وقاومت المستعمر وما قدرتش نوقف في وجهه. هو المستعمر هو كان قوي، وانا ما عملت الواجب ديالي وتحديت وقمت بالواجب ديال الدفاع وكذا وكذا. ولكن في واحد اللحظه صافي ما قدرتش، الله غالب، واستعمرني ديك المستعمر، اوكي؟ استعمرني. كيفاش انا كحاكم وفي لشعبي وانتمي الى شعبي غادي نسرد مني ونجيب له المعلمين والاساتذه من عند المستعمر يربيوه؟ شهاده هو اللي زرع الرعب في شعب الزارين الحسن الثاني اللي كان في عمره عامين ونص، 3 سنين. هو استاذ فرنسي كيعلمو يشطح وينقاز ويغني، فهمتي كيف؟ وهادشي اللي كنقول لكم، وهادشي اللي كنبغي نوصل لكم. هادوك تربوا على ايادي المستعمر هو اللي رباهم وعلمو كيفاش يقبعوكم ويخلعوكم، فهمتو كيفاش؟ وانت تدعي لك تقول له الي شونتي فوق دارك دارك. كيفاش هاد القضية هادي؟ كاين شي واحد يشرحها لي؟ ها؟ كيفاش غادي نفسروا ديك الفيديوهات اللي كيوري لنا الحسن الثاني كيتربى على يد الأساتذة الفرنسيين المستعمرون المعمرون؟ كيفاش؟ إذا المسألة واضحة أخوتي، هاد الأسرة هادي راه هي مع المستعمر، راه هي المستعمر كتخدم له المصالح ديالو، ما كيهم لا وطن لا شعب لا حتى شي حاجة. والله العظيم هادي هي الحقيقة. دابا عودة إلى هاد القضية ديال 20 غشت 1953، قالوا للشعب المغربي راه فينا لك المال ديالك، فينا لك محمد الخامس، فينا وما نفهموه ما والو. محمد الخامس ما تنفى ما والو، محمد الخامس مشاو الحسن الثاني مولاكم عبد الله اللي مات. هو 85 ولا 84، وكان عقل نهار اللي مات كنت كنقرا في المدرسة، فوقع واحد الساعة إذا ضرب جارات وكذا، الأساتذة كاملين معلمين كاملين صفر في وجههم، الحال كلشي صفر. حنا صغارين ذيك الوقت كانت عندنا وكيلة الشهادة، إذا لم تخن لي الذاكرة، الشهادة وكيلة ولا متوسط الأول، والله ما بقيت عارف. قال لك الأمير عبد الله مات، الأمير عبد الله. حنا ما كنعرفو لا أمير عبد الله ولا الأمير عبد، أنا نقول شي عزيز على الدراري، إذا نحاول ما كتعرف كاين الطرومبات وبوليتيكس. ومغرس ودو التحرير. مالي لا مالي، داوهم اسيدي، داوهم يخيموا، داوهم الكورسيكا، ومن بعد داوهم المدغشقر، فهمتي كيفاش؟ ما كاين لا الفاوه لا تعدوا عليه لا حتى شي حاجه. واش اخوتي اللي
وقولوا لي واش شي واحد كيتنفى كيدي معاه 50 ديال العائله بحال هادو؟ انتما كتشوفوا اخوتي هذا فيلا قصر، ها هو قصر، ها هو قصر كيتحل دابا، فهمتي كيف؟ هذا هو القصر اللي كانوا فيه، ها انت شوف الجاريات الحسان فهمت، قصيرات الطرف لم يطمثهن انس، ها انت شوف شوف هادي كتحنت هادي يا برادر، شوف حدايا حدايا والنخلة مقادة، شعلة طاية كانت عندهم في ديك الوقت، شوف ما كيعرفوا لا لا ريجيم لا كوليسترول لا والو، ها انت شوف، ها انت شوف 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 شنو دا مع محمد الخامس ومولاكم عبد الله وسيدكم الحسن الثاني. قال لك نفاوة واش اللي كيتنفى كيدي مع هاد البركة هادي؟ عودة إلى الفيديو تاع وجه الرخص والبخس، تهضر على فرنسا على واحنا شفنا بلي الملك المغربي تربى من عند الفرنسيين، تربى والفرنسيين القنوات كلهم اللي كتشوفوا ايها الجزائريين راه يمتلكوها 4-5 ديال الجنرالات، فاش بغيتو تسناو من هذاك الشاب؟ كيفاش بغيتو يطلع؟ علاش هاد التصريحات اللي كنسمعوها التصريحات البلهاء والحبقاء اللي هي تضحك فيهم العالم هي اللي كتخلي هي اللي كنقراوها في التعليقات الاخوان، راه يؤثر عليهم هذا الشيء، راه متشرف عقل. انا ما كرهتش الصراحه الله شي واحد يترجم هذا الفيديو صيفطو لفرنسا، والله العظيم صيفطو لنا الان جوبي وصيفطو لنا ماري لو بان وداك الشيء وقولوا لهم شوفوا واش كيقولوا لكم الجزائريين هما اللي كيتحكموا فيكم وكتجيو تاخذوا الموافقه والمباركه ديالهم قبل ما ديروا اي خطوه، ولكن الحقيقه المره ايها الجزائريون هي اللي غنوريكم في هذا الفيديو اللي هي ايضا ما جبتهاش من عندي وما اخترعتهاش، هي جبتها من القناه ديالكم ايضا، ولكنها الحقيقه المره ماشي هاد الخرطين اللي سمعتو واللي نتوما عارفين ان هاد الخرطي ليس بحقيقه، الحقيقه هي هذه اللي غنسمعوا في هاد المقطع، غنخليكم معاه. كان يصنع القرار الاقتصادي في المرحله السابقه. نسمعوا شويه الخرطه اللي كانوا يخرطوا المغاربه عن الملوك، عن المغاربه الشعب المغربي. شوف الطايات عندهم، شوف اكيد غير التراكسات، اي والله التراكسه كتحنس التراكسه، هادو هما اللي مشاو مع محمد الخامس والحسن الثاني ومولاكم عبد الله مدغشقر وكورسيكا، وفرنسا كتقول لكم انفيناهم، واش اللي كيتنفى كيتنفى مع هادو ولا خويا تنتبهوا؟ والله جيب شي نفيه بحال هيدا فوت، اي والله ما كرهتش انا ينفيوني شي نفيه بحال هيدا، حق الله العظيم ينفيوني هيدا مع شي 50 ديال التراكسات. كل ليلة نعس مخبع في شي جلابة شي تراكس. قال لك السيد منفي هو مشى يتشمس مع راسو، علاش الشعب المغربي باكيتي؟ حيت الشعب الضبوع، الشعب ديال الحامير الوحشية، الشعب اللي ما كيخدمش العقل ديالو، هو أنتم، هذه هي حقيقتكم، وأنتم تيقتوا الشعب. قال لك أسيدي الملك في القمر، الملك كيبان في واش كاين أخوتي شي واحد كيبان في القمر؟ واش كاين يا عباد الله شي بنادم كيبان في القمر؟ والشعب المغربي بكوبري، بكوبري سيدو هاد الشعب، سيدا في القمر، تبعد القمر، لا لا ليبيا، لا ليبيا، لا كيبدو كيعملو بحال الضبوعة بحال السموعة، شمن السموعة بزاف على ما قلت بحال الديوة، يا سيدنا فكر شنو هاد الروينة هادي؟ شنو هاد الروينة؟ كنجبرو مسؤول كبير في الدولة الزريبة ولا شي وزير هو كيقول لك والله العظيم إلا شفتو في القمر، والله شفتو، والله كيحلف ويخرج العينين، وآخر عاوتاني كيحلف وكيخرج العينين، هذا من الشمال، هذا من الداخل، هذا من الجنوب، هذا من الشرق، كاملين اليوم كيقولوا نفس الهضره، والله الا شفتوا فوق، علاش كتكذبوا عليه؟ علاش كتكذبوا؟ واش ما كتعرفوش بانه سياتي يوما او لا يوم تقفون فيه امام الملك الديان وسيحاسبكم على كذبكم وتخريفكم وتحريفكم للتاريخ؟ واش ما هل فاتتكم هذه المعلومه؟ ولا قولوا لله حنا مطورين، حنا ساطبين هذه الفيلات
وفيلات فيهم لابيسينات وستة مليون في الشهر، وكنفحوا وكنسكروا وكنمشيو في الخياختات وكنجيبوا مايا تشطحنا بالسك ديالها وتكون بحالنا حنا شاطبينها حنا مضخمين وكذا. لا فرحي بقبلتي الدين ديال المغنات. غدا سيستيقظ الشعب وسننصب المشارق في كل الميادين وفي كل الشوارع وفي كل الأزقة، وسنضرب أعناقكم ضربا لم يراه التاريخ من قبل. وسمعوا مني كمل محمد الخامس ومحمد الحسن الثاني واخر والعائله وديك العائلات ديك قصير ديك التركسات ملي رجعوا للمغرب. سمعوا اول تصريح قالوا محمد الخامس في المطار الرباط ولا كازا ما بقيتش عاقل. عاود نقولوا الجنرال شارل دوغول، وكما شفتوا الكتاب تقدروا تمشيو تقراوه، يعني ما تسناونيش انا راني كنزور، اولا تقدروا تقلبوا على الكتاب وتشوفوا الحقائق المره التي ستوجعكم ايها الجزائريون، وتشوفوا ماذا فعل بكم هذا جنرالات الحركي على مر ما يزيد عن 50 سنه، ما يقارب 60 سنه، اللي انتم كتمجدوهم واللي انتم كترقعوا لهم وكتسجدوا لهم، وجعلتم منهم الهات ألهتموهم. أنتم شوفوا ماذا يقع من الشقاقات والانقلابات اللي وقع. البارح كان جاي طالع زوين، اليوم أصبح فاسد، وأنا قلت لكم فعلا هو فاسد وهو اللي جاب لكم كذبون، ومن هنا كان عندكم إشارة أن ماذا جاء. نحبسوا شوية نروحوا نشوفوا الفيديو نتاع الأخ المغربي اللي نجمنا نشوفوه باسكو جا بروبليم دو كونيكسيون، وين يهضر على التاريخ ويصحح لهم من الخرافات اللي كانوا فيها عايشين. بروبليم دو فيديو، معليش نولوا عند صحيح مباشر واتهام مباشر بان القيد طالح كان فاسد، فبالتالي هو من اتى بالرئيس كلبون، فبالتالي كل القرارات التي اتخذها القيد طالح يجب ان تسقط، فما بقاش الشرعيه للرئيس كلبون، هذا كلام الحكومه ديالكم. يعني الان اولاد القيد طالح كلهم ممنوعين من السفر ويحاسبون، والقيد طالح كنتسناو انه ايضا يتم جبدوه من القبر ديالو وتحاسبوه كما دار المقبور بوخروبا على ذاك الجنرال، جبدوه من القبر ديالو وحبسوا، ما عقلتش الاسم ديالو، عفوا انا الاسماء كتعرفوني ما كنشدش. فالمفروض ان بما انكم غاديين على خطى حنا نبغي نفكروك شويه الاخت باللي انت ما تفكريش الصوالح اللي ما تبغيش تفكري لهم، وللاسف كي تبغي تفكري الاسماء واد ما تكونش اسم حقائق انت تجيك اون بيرت دو ميموار، الذاكره تاعك تروح. نعاود نولوا للاخ المغربي ونشوفوا الاخت شنو غادي يقول على الاسره الملكيه نتاعكم اللي كنتم تعبدوا فيها عبوديه كسخر الله عباده الله. الله يكون مامي مامي الله يكون مامي. يمكن هذا اللي ظهر لهم تمساح للسؤال المعني. الامير عبد الله قال لك اسيدي الحسن الثاني كان كيغرق وعبد الله جبدو فهمتي، ومن بعد ملي رجعوا للمغرب ومرت الايام وجا الحسن الثاني مالك وقازت الايام والسنون وكذا، وشي نهار وقع لهم شي اسكندر مع بعضيتهم، هو يقول له الامير عبد الله الاب ديال الامير هشام اللي في امريكا اللي كيفكر يرجع هو الملك ديال المغرب. المهم قال له شوفها، قال له عورت انا ذاك النهار هذاك اللي نقدتك، ما انا كنت نخليك تغرق في مدغشقر، هذه مذكوره ارجعوا الى ارجعوا وغادي تزوروها ابحثوا ستجدونها. نعم هذه المعلومه كاينه ماشي معك. وقد كنا واياك في المحنه سواء طيله هذه. اسم المحنه اسم المحنه ربنا هذا اسم المحنه، انت ما كنتي كتشلق تما 50 ديال العائلات وكتقول لي المحنه. نشاكرك آلامك ونقاسمك آمالك، وكانت الروابط التي تجمعنا بك متينة، فلا الأيام ولا بعد المسافات استطاعت
أن تنال من ذلك الاتحاد الروحي. أنا آسف من اتحاد روحي ما كنت كنقول الزعم، شنو كنساهم دابا في التليفون. أنا بغيتي نولي شي حاجة أخرين تما، المهم، قلت لكم أخوتي أنا كنحترم هذا النداء كيفاش نادى القضية، قال لك يا شعبنا الوافي النبيل شي حاجة، المهم هذه مسألة أنا هذه النقطة كنحترمها، أكرر هذه النقطة كنحترمها أنا. طبعا محمد الخامس أخوتي ربما كان شي ملك جايب راسه، ربما محمد الخامس كان شي واحد ما غاديش يتقارن بابنه وما غاديش يتقارن بحفيده، نعم. كان واحد الانسان يمكن كان غادي يوافق ان المغرب يمشي في ديك القضيه ديال الملكيه البرلمانيه والملك يحكم ولا يسود ولا يحكم، فهمتي؟ مع في ديك الوقت كان اليسار المغربي قوي وكانوا الحركات الوطنيه كانت قويه، فهمتيني؟ يمكن كان غادي توقع شي حاجه، لذلك ربما الاسباب اللي خلات اخوه يسالي معاه. لانه كان باغي الديكتاتوريه.